الله أكبر. البعض من الأحبة إذا دخل إلى صلاته يقبض المرفق بيده اليمنى. من الأخطاء المنتشرة عند الكثير من الناس أنه لا يحسن حركة الأصبع في التشهد، ولا يشرع للإنسان أن يرفع يديه كهيئة الدعاء. يبدأ الإنسان يحرك قطرته ويخرج ربما الهاتف من جيبه. من الأخطاء المنتشرة بين المصلين أن يدخل المسبوق إلى الصلاة فيكبر منحنيا. المحجة البيضاء، الجمعة الساعة 5 مساء على قناة الريان.